تسببت الأمطار الرعدية التي تساقطت بغزارة مساء أمس على ولاية جالما في انهيار جزء من الجدار الخارجي لمديرية شؤون الدينية والأوقاف وتعطيل حركة المرور عبر مختلف شوارع عاصمة الولاية وبعض البلديات الأخرى من دون تسجيل أي خسائر بشرية، كما شهدت أغلب شوارع المدينة ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه خاصة بوسط المدينة والمخرج الشرقي لها، متسببة في توقف في حركة المرور إضافة إلى تسرب المياه إلى بعض المحلات.